بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. معانا ثلاث وصفات فظاع، والنهارده كمان انا عامله وصفه بقى هقول لكم دلوقتي في الاخر. استنوا، اول حاجه هعمل مكرونه محمره باللحمه والصلصه، اللحمه المفرومه، اكله كده في الانجاز وفيها برضو بروتين اللي هو اللحمه المفرومه الضاني، او ممكن لحمه مفرومه عاديه مفيش مشكله، وشويه توابل كده بسيطه وهتبقي خلصتي الغدا، والعيال كلهم بيحبوا المكرونه ونرمي معاها لحمه مفرومه هتبقى حلوه قوي قوي وسهله جدا. الوصفه الثانيه هنعمل عصير برتقان بالجزر، ده بقى بيرفع المناعه وعصير تحفه سهل جدا هيعجب الولاد. الجزر هيبقى مسلوق ومعاه برتقان وبنجر، يعني طعمه جميل، ده غير القيمه الغذائيه بقى الفظيعه، واحنا محتاجين كلنا طبعا نمسك في اي حاجه ترفع لنا المناعه بتاعتنا، فعصير ظريف جدا وسهل قوي. ووسع بقى للوصفه الاخيره بقى لحبايبنا بقى كل الامهات، كل سنه وانتم طيبين، هعمل لكم تورته عيد الام. وصفه سهله جدا، هنعمل كيكه اسفنجيه، هقول لك التركات بتاعتها والمقادير المظبوطه ازاي نعملها في الفرن. اعمليها بقى مفاجاه بقى لماما كده ولا حاجه، او لو انتم صغيرين شويه ساعدوا ماما وقفوا معاها وتعملوا التورتايه الحلوه دي. هنزينها بتزيين بسيط جدا وهنكتب عليها ماما كده في على الكيك، ان شاء الله يا رب تعجبكم. انا مش محضره واحده، يعني انا محضره كيك بس هو المستوي، فهنعمله مع بعض من الالف الى الياء ان شاء الله، وزي ما تطلع بقى هنحاول نزينها كده بشكل جميل ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين كل الامهات في الدنيا كلها، يا رب بصحه وخير وسلام ان شاء الله. ونخش بقى ايه على مقادير اول وصفه، المكرونه المحمره باللحمه والصلصه. معايا مكرونه صغيره، عارفين اللي هي المرمريه الصغيره دي، بنجيبها وبنحمرها، بنحمرها عادي خالص، معلقه سمنه ومعلقتين كبار من الزيت، زي ما اتفقنا الزيت دايما في التحمير بيساعد انها تبقى الحاجه مفلفله، والسمنه بس بتدي طعم، تمام؟ فانا حمرت اوريدي المكرونه عشان ما ناخدش وقت نفضل نقلب فيها، انت ضروري بقى تفضلي تقلبي فيها عشان كلها تاخد نفس اللون، ما تلاقيش واحده خدت لون والتانيه لسه بيضه، فايه يحصل لخبطه ما تبقاش لونها حلو. ده كيس من المكرونه، تمام؟ عايزه طبعا تزودي برده ما فيش مشكله. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه الضاني، الضاني طبعا عشان تعمل طعم حلو كده ولذيذ، عندك لحمه مفرومه كندوز عادي ما فيش مشكله. علشان نعصج اللحمه المفرومه هنحتاج رشه طبعا من جوز الطيب، ملح وفلفل، معلقه من معجون صلصه الطماطم، وهنحتاج بصلايه مفرومه، ممكن كمان نحتاج ذاكره علشان ايه اللحمه المفرومه. بعد ما نخلص اللحمه المفرومه معانا بقى ايه، هنحطها على المكرونه ونحط الطماطم المضروبه في الخلاط، معاها فصين من الثوم المفروم، رشه حبهان، رشه من السبع بهارات، ومكعب مرق، بس كده جميلة جدا جدا يا جماعة، وهتعجبكم قوي قوي إن شاء الله. أنا مسخنة الطاسة كالعادة، هنحط هنا كده شوية زيت عشان نعصج اللحمة المفرومة، الزيت أهو كده، ومعانا البصل، هنحط البصل ونجيب كده المعلقة الحلوة دي كده أهو، بصل يدبل، بس يدبل كده يبقى شفاف، ونقوم على طول حاطين له اللحمه المفرومه. زي ما قلت لكم احنا عايزين اللحمه ايه، لو ضاني طبعا يبقى احنا بنودي بقى الايه الاكله في حته تانيه خطيره، وحسب اللي عندكم يعني كله هينفع كده. حط رشه ملح على البصله، ندبلها بس كده شويه كده اهو كده اهو، اول ما بتدبل كده بتبقى حلوه خلاص. وقطعوها بصوا يعني بتبقى مفرومه كده رفيع، تدبل اوان اوان كده. حط اللحمه المفرومه كده، حط لها بقى برضو رشه ملح، فلفل طبعا، رشة من جوزة الطيب كده اهو، ومعانا بهارات لحمة، نقلب بقى كده لغاية ما نلاقيها ايه استوت. ايه بقى ممكن نبدل العين، نخلي الحلة هنا قريبة مني،
هسيب اللحمة هنا تتعصج. ريحتها ايه، حلوة قوي، خطيرة. ونيجي هنا بقى للحلة الظريفة دي. معايا ايه؟ معايا الصلصة او الطماطم المضروبة في الخلاط كده. هنحط معاها مكعب مرق، تمام، فتفته كده. وهنحط ثوم، فص واحد بس من الثوم. هنحط الحبهان، ومعايا معجون صلصة الطماطم كده. انا بحتاج احط معجون صلصة الطماطم في اوقات علشان نتقل الصلصة. الطماطم اللي عم تبقى مضروبة في الخلاط برضو بيبقى لونها فاتح شوية، وعايزة كده ايه تتقل. معجون صلصة الطماطم، المعلقة اللي احنا بنحطها دي بتعمل الكلام ده، بتديها لون وبتقلها. واللحمة المفرومة هي هنا بتتعصج اهو. انا عايزة بس الصلصة دي تغلي علشان ابتدي على طول اقوم حطلها المكرونة. عايزة اوريكم المكرونة شكلها عامل ازاي وهي متحمرة. بس كده لما نلم اشيائي دي، تعالوا هنا كده. بص بقى المكرونة متحمرة يعني كما يقول الكتاب، فظيعة. بصوا استاذ احمد هيجيبها لنا حالا دلوقتي. ايوه متحمرة حلوة قوي وكلها نفس اللون. هو ده اللي احنا عايزينك تعمليه، وده بيحصل عن طريق التقليب المستمر مع السمنة والزيت. الصلصة اهي خلاص اتسبكت، يعني تقلت وغليت. هنقوم حاطين المكرونة كده اهو، كده اهو، واللحمة المفرومة كمان، الضاني الحلوة دي كده. خلاص هنقوم حاطينها عليها برضه كده اهو. نطفي النار بس مكان اللحمة المفرومة بس. وهنا بقى ايه، نديها التقليبة المحترمة. نسيب المكرونة بقى تستوي مع صوص الطماطم الحلو ده مع اللحمة المفرومة بهذا الشكل الظريف. بصوا ممكن لو عايزة تزودي شوية مية، حاجة بسيطة قوي، ممكن تعملي كده لو عايزين. هتطلع المكرونة معاكو هايلة. بصوا ممكن نحط لها شويه ميه. ايه؟ الو الو الو، ازاي؟ وهاتي ماما ازاي؟ كل سنه وانتي طيبه يا ماما، يا احلى ماما في الدنيا يا ولاد اللذينه. طبعا انت يا نهى اللي عملتي الحركه دي. طبعا يا جماعه دول بناتي. يا خبر، وايه الاغنيه دي بقى؟ لا ده ايه ده، يا نهار ابيض بقى، انا هعيط كده ولا ايه؟ الصعبانيات دي يا جماعه الحلقه. يا خبر ابيض، ازيك يا مايا؟ الحمد لله، كلهم طيبه يا ماما. حبيبتي يا ملوكه ويا مريم حبايبي، وانتوا طيبين يا رب يخليكوا ليا يا رب. انا عندي احلى ثلاث بنات في الدنيا، ملك ومريم ومايا، مطلعين عيني صحيح واشقيه صحيح، بس بموت فيهم. ودي احلى مفاجاه حصلت يا نهى. اكيد انت يا نهى اللي عملتي كده، يا نهى حبيبتي. انا بحبكوا قوي ومبسوطه جدا بالمكالمه دي. وبصوا بترعش كده مش عارفه ليه. الالو قال، انا قلت الحلقه باظت. الو ايه، هنقول ستوب؟ هو هوا ولا ايه اللي حصل؟ حبايب قلبي، حبايبي ربنا يخليكوا ليا، ويا رب. انتوا كده خلاص يعني فاكرين ان انتوا فلتوا بالهديه يعني، كلمتوني وقلبتوني وبتاع، ظبطتوا مع طنط نهى؟ ماشي حبايبي، حبايبي ملك ومريم ومايا، انا بحبكم قوي، واحلى مكالمه جات لي في الحياه كلها. ربنا يخليكم ليا يا رب، وكل سنه وكل امهات الدنيا طيبين ويفرحوا باولادهم دايما يا رب. حبايبي انا مايا، اتغديتوا ولا لسه يا اولاد؟ اتغديتوا؟ انا هخلص. اتغديتوا؟ كلتوا اكلكم كله؟ بص خلاص الناس عرفت كل حاجه وعملنا الهوم ورك. بتضحكي على ايه يا مايا؟ طيب يا مايا لما اجيلك انا هخلص واجي على طول ان شاء الله. حبايبي خلي بالكم على نفسكم لغايه لما اجي. يلا باي باي. شكرا يا حبايبي. ميرسي يا نهى، يا استاذ احمد، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ربنا يخليكوا ليا. طب ايه بقى، المكرونه هتستوي؟ وهطلع
هنطلع فاصل. مش عارفه انا محرجه ومكسوفه جدا ليه كده. هنطلع فاصل تكون المكرونه استوت ان شاء الله ونعمل العصير الظريف. خليكم معانا. انا جيت انا جيت يا جماعه. دلوقتي هنعمل عصير في الخلاط تك تك، سهل جدا وبيرفع المناعه وطعمه لذيذ. انا معايا جزر متقطع مكعبات مسلوق، تقريبا اربع جزرات حجمهم حلو كده متقشرين ومسلوقين علشان لما يتضربوا في الخلاط يعني يتفرموا على طول يبقى طعمهم حلو. انا عايزه بس كده ايه احط الحله هنا. ومعايا كمان لتر من عصير البرتقال. تمام، معايا بنجر مسلوق ومقشر. كميه البنجر قد ايه؟ زي ما انت عايزه. انا هحط بنجرايتين بس مسلوقين برضو ومتقشرين، ومعلقه كبيره من العسل الابيض وبس. خلاص انتوا بقى يعني وصفه عصير سهله قوي قوي وكله في الخلاط. هنحط عصير البرتقال، يا رب ما وقعش. الحمد لله. يا خبر لسه ملحقتش. انا الوحيده اللي بوقع في الدنيا، مش هتشوفوا شيف بيوقع الا انا. ادي عصير البرتقال، وهنحط الجزر المسلوق زي ما اتفقنا، اربع جزرات حلوين كده مسلوقين، ومعانا البنجر المسلوق برضو بنجرتين حلوين قوي حجمهم متوسط، وعسل ابيض ظريف بتاع معلقه كبيره كده مثلا ولا حاجه. وخلاص هنغطيه ونضربه ضربه ظريفه وبس. يا خلاط ده ينفع برضو لعيد الام، يرفع المناعه ولونه احمر عشان القلب. بص عشان ايه ممكن برضو تعملوه في عيد الام ينفع. هصبه بقى في كوبايات لطيفه قوي معايا هنا محضرينها. عايزين تحطوا تلج مثلا هينفع طبعا. بس كده. وهنا كمان او تحطوه في التلاجة يسقع اكتر هيبقى تحفة. قيمته الغذائية كمان عالية جدا وخطير. هاخده بقى كده اقدمه هناك، خدش ابدا اي وقت وحلو قوي. بس كده ان شاء الله يا رب يعجبكم وتجربوه. انا هفضل بقلب في المكرونة واتابعها لغاية ما تستوي، وهنروح فاصل الم بقى الكلام ده كله علشان ايوه العصير اهو. شكرا يا استاذ احمد. هلم اشيائي وتكون المكرونة استوت شوية ان شاء الله بعد الفاصل، ونعمل تورتة عيد الام بمقادير سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله، ونزينها مع بعض. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. المكرونه المحمره باللحمه المفرومه الضاني الخطيره، خلاص انا حطيتها في طبق وغرفتها اهو، تحفه وسهله جدا. والمكرونه مفلفله يا جماعه خطيره، انا عايزاكم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. دلوقتي هنيجي بقى للوصفه الخطيره بتاعت الحلقه، تورته عيد الام. بص هقول لكم على الكيكه الاسفنجيه اللي بنعمل بيها التورته. ده مقاس صغير، عايزاه تعمليها مقاس كبير هتضاعفي الكميه ممكن على مره او حتى مرتين زي ما تحبي. وانا هقول لكم كل كميه تقريبا تاخد صينيه قد ايه. دلوقتي الكميه اللي انا هقول لكم عليها دي هتعمل لنا الصينيه الصغيره خالص اللي هي تقريبا مقاس 27، هجيبها لكم اوريها لكم هنا اهو، خليها جنبي. ونقول بقى المقادير. انا معايا خمس بيضات. تمام،
الخمس بيضات دولت البياض لوحدهم والصفار لوحده، فصلت البياض عن الصفار، خمس بيضات، معلقه كبيره من الفانيليا السايله، تلت كوبايه سكر بودره منخول، تلت كوبايه يعني ربع كوبايه وعليها معلقه كبيره من السكر البودره المنخول. وكمان للصفار هحتاج برضو نفس كميه السكر، تلت كوبايه سكر بودره منخول، وزي ما اتفقنا تلت كوبايه يعني ربع كوبايه عليها معلقه كبيره، ده معناه ان انا محتاجه مقدارين من السكر، كل مقدار فيهم تلت كوبايه. تلت كوبايه هنحطها على الصفار واحنا بنضربه، وتلت كوبايه هنحطها على البياض واحنا بنضربه، تمام. وهحتاج كمان كوبايه الا ربع من الدقيق. ولو هنعملها بالشوكولاته بعد ما نخلص الكلام ده كله، هنقوم حاطين 3 معالق او معلقتين كبار من الكاكاو الخام، هندوبهم في شويه ميه تقريبا ربع كوبايه ميه، ونضيفهم على الخليط علشان يخلوه بالشوكولاته، او نحط الكاكاو مع الضرب واحنا بنضرب في الاخر خالص، مفيش مشكله، في جميع الاحوال هينفع عشان نحولها لشوكولاته او تعمليها فانيليا، بسيطه خالص يعني زي ما تحبي، تمام. دلوقتي محتاجه اطلع بقى قدامي 2 بوله، ايوه محتاجه اطلع 2 بوله، كل بوله فيهم هعملها الحاجه، البياض والصفار. هنحط البياض هنا، بياض البيض، وهنحط هنا صفار البيض، 5 بياض و5 صفار، تمام كده. ومعايا المضرب الكهربائي. اول حاجه هعملها عشان ما يبقاش عندي مواعين كتير، هضرب البياض الاول، لان احنا لو ضربنا الصفار الاول لازم نغسل السلك بتاع المضرب ونرجع نضرب البياض، ما ينفعش خالص تكون في نقطه بس كده من الصفار جوه البياض، لكن لو العكس مفيش مشكله، فعشان ما نهدرش مواعينه وبتاعه ونستخدم مضرب واحد بس مره واحده، هضرب البياض الاول. وانا بضرب كده هحط رشه ملح خفيفه واكمل ضرب، والمفروض ان البياض ده يكون متماسك جدا، يعني تقلبي البوله كده يفضل البياض متماسك فيها ما يبقاش سايل وبيقع، تفضلي تضربيها لغايه لما تلاقي القوام ده. بصوا هنلاقيه متماسك شويه صغيرين لسه سايل، بصوا بيتزحلق من البوله اهو، بصوا لسه بيتزحلق، المفروض يبقى متماسك اكتر من كده. هنحط عليه دلوقتي السكر البودره المنخول، هنا على البياض تلت كوبايه يعني ربع كوبايه عليها معلقه كبيره، واكمل ضرب. ما يجيلكوش صداع يا جماعه. المفروض انها هتبقى ماسكه، بصوا هي لسه برده بتزحلق معايا شويه، هتاخد منك انت كمان في البيت دقيقتين كمان ضرب، تختبريها لما تيجي تحركي البوله ما تلاقيش الخليط بيتزحلق معاكي، نظرا عشان الوقت بس، فانا ايه مش عايزه اقعد اضرب كتير لان لسه هضرب الصفار عشان ما يجيلكوش صداع. ده كده البياض تمام، خلصناه. نيجي على الصفار هنحط عليه الفانيليا، وبنفس المضرب بقى هكمل ضرب فيه هو كمان.
بس كده احنا كده ضربنا الصفار وضربنا البياض. المفروض نعمل ايه؟ هنحط الخليطين على بعض بحركه دائريه خفيفه عشان كل الضرب اللي احنا ضربناه ده ما يروحش مننا بقى، ما نبقاش ضربنا كل ده وراح في الهواء. هنحط البياض هو اللي على الصفار، تمام؟ نحط كده جزء مثلا كده، وايه، واقلب بحركه دائريه كده واحده زي ما انتم شايفين على قد ما اقدر علشان ايه ما هبطش كل الضرب اللي انا ضربته، لان احنا مش بنحط بيكنج باودر ولا حاجه، هي دي الكيكه الاسفنجيه بتاعه التورته، فبتبقى ايه الضرب هو اللي عامل لها الارتفاع كده اهو زي ما اتفقنا. انتوا محتاجين بس ايه تضربوا البياض اكتر من ما انا ضرباه كده دلوقتي كده اهو. هذا الشكل الظريف، مش عايزين نقعد نقلب فيها كتير. معايا بقى الدقيق، تمام؟ هنحط عليه كاكاو، او زي ما قلت لكم ممكن نعمل معجون كاكاو بشويه ميه، بس عشان ما تتاثرش سمك الكيك هنحط الكاكاو على الدقيق. نقلب كده كده اهو، ونبتدي بقى ايه نحط شويه بشويه ونقلب كده اهو على قد ما تقدروا وانتوا كده بتقلبوا ايه بالراحه، ونخلي بالنا لغايه لما نوزع خليط الدقيق بالكاكاو كله مع التقليب كده اهو بهذا الشكل الظريف. سهله خالص. الفكره بقى في صينيه الكيك، الخليط اللي انا عاملاه ده ياخد صينيه كيك صغيره. ليه؟ احنا مش عايزين نحط خليط الكيك يبقى في الصينيه والصينيه فاضيه، مهما يعلى مش هيكفي علو حرف الصينيه، فاحنا محتاجين صينيه ايه لما نحط فيها خليط الكيك يبقى الكيك يا دوب واخد تلات ارباعها وفاضل ربع صغير بس في الصينيه هو اللي فاضي. فاهمين قصدي؟ لما يبقى فاضل ربع صغير بس في الصينيه هو اللي فاضي من خليط الكيك، لما الكيك يرتفع معاكي تلاقيه تحفه بقى. وزي ما اتفقنا عايزين نعمل مقدار اكبر من كده هنضاعف الكميه. انا الكيكه اللي انا عاملاها بمقدار ده مرتين، مش مرتين يعني، المقدار ده وعليه مرتين كمان، تمام؟ يعني 15 بيضه، تمام؟ علشان اعمل واحده كبيره هوريها لكم دلوقتي حالا. انا قلت اعملها في مقدار بسيط وانتوا تقدروا ايه براحتكم تزودوا تضاعفوا يعني المقدار حسب الصينيه اللي عندك كده اهو. بس هو ده خليط الكيكه الاسفنجيه يا جماعه الفظيعه. هنجيب بقى ايه الصينيه اللي احنا هنعمل فيها اهي، ضروري بقى تدهن وتحط لها ورق زبده، دي حاجه بقى مهمه جدا. هندهنها كده دهنه زيت خفيفه كده اهو، ونحط ورق زبده وندهنه هو كمان دهنه زيت كده، نمسحه بالمنديل عشان نوزع الزيت حلو قوي في ورقه الزبده، سواء اذا كانت الصينيه بتتفتح او ما بتتفتحش ضروري ورقه الزبده دي عشان الكيك ايه يسلك معاكي على طول ما يبقاش فيه مشكله اهو كده اهو. هنقوم حاطينه بهذا الشكل الظريف، هتعجبكم قوي قوي المقادير دي يا جماعه وناجحه جدا كده اهو. بس كده كده اهو. بس هتدخل فرن سخن درجه حراره 180، هتاخد لها تقريبا 35 دقيقه 30 دقيقه، يعني تابعيها بنفسك ما تروحيش في اي حته، يعني خليها من اول ما الساعه تدق نص ساعه بالظبط
تشيكي عليها وتشوفي اخبارها ايه، تختبريها انها استوت، طلعيها تهدى وتبرد. هوريكم طبعا اللي انا عاملاها، اللي انا عاملاها اكبر من كده، واخده المقدار ده 3 مرات، يعني استخدمت 15 بيضه. جيبها لكم اهي هنا كده، بس انا عايزه الاول افضي المكان ده كله عشان ايه بقى نشتغل الشغل التاني بقى ايه الخطير. والله يا جماعه انا جات لي فكره كده، بقول لك ايه نهى، ما دام انا كلمت العيال في اول المكالمه والعيال اتصلوا بيا والكلام ده، انا عايزه اكلم ماما. انت معاكي نمره ماما صح؟ احنا ممكن نعمل مفاجاه واكلم ماما، ايه رايكم يا جماعه؟ طب خلاص استاذ احمد موافق؟ تمام نهى معاكي نمره ماما، من فضلك كده اطلبي لنا ماما تاني، ماما هتفرح قوي. بص بقى الكيكه الضخمه دي، استنوا نقلبها كده، يا بارده بقى خالص، انا عاملاها من امبارح. ايوه بس ورق الزبده بيحميها من اي حاجه، مذيعه سهله جدا. تمام انا هاخدها كده زي ما هي، بصوا ده وشها اهو يا استاذ احمد، اهو ده وشها وده ظهرها، وانا طبعا ايه هحطها كده من ظهرها. بصوا عاليه ازاي، عشان انا كمان استخدمت لها صينيه عاليه كده، وزي ما قلت لكم ضاعفت الكميه 3 الو الو الو. ايوه مدام اصيله. ايوه مروه ازاي حضرتك يا فندم؟ عرفتيني يا ماما؟ ازيك يا ماما؟ ماما انا في البرنامج يا ماما، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، وعقبال يا رب كده، يعني اقول لك ايه العمر كله معانا. ربنا يخليك يا حبيبتي، حبيبتي يا ماما، ينور دنيتك وينور حياتك ويبارك لك في بناتك يا رب. انا عارفه انت بتحبي اغنيه ماما يا حلوه يا اجمل غنوه عايشه في قلبي وجوه كياني. حبيبتي مروه بحبك قوي يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا ويبارك لك في صحتك وعافيتك يا رب. انا خلعت كده من هديه عيد الام خلاص، انا كلمتك في البرنامج. انت هديتي يا حبيبتي، حبيبتي انت وبناتك هدي، انت وبناتك هديتي حبيبتي يا ماما. لا هنجيب هديه يلا مش مشكله حبيبتي، حبيبتي ربنا يخليكي لينا يا ماما، حبيبه قلبي ربنا يسعدك يا حبيبتي. تسلمي. اتفرجي على التورته بقى يا ماما، دي انا ههديها لك وهديها لكل الامهات حبايبي اللي بيتفرجوا علينا، وكل سنه كده تفضلوا معانا، ربنا يا رب ديم عليكم الصحه ويخليكم لينا يا رب. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي يا متبركي قوي حبيبتي على الكلام الجميل اللي انت بتقوليه لي دوت، ودايما كده متالقه ودايما ناجحه يا رب، بدعواتك وربنا يسعدك يا روح قلبي. يا ماما تسلمي لي يا روحي، مع السلامه حبيبتي. انا اللي عيطت، ما انا عماله اقول لنفسي ده انا جبله ما بعيطش. يوه بصوا جابوا لي ايه، جابوا لي سكينه كبيره قوي، قالوا لي عشان انت عامله تورتايه ضخمه يا استاذه، فبص جابوا لي سكينه كبيره هقسمها نصين. كده اهو، ينفع طبعا تتقسم 3 بس انا هقسمها نصين كده يا جماعه اهو. انا قلت المشاهدين هيخافوا من السكينه، هيقولوا لي ايه السكينه الضخمه دي. كده اهو شيلها كده. بصوا يا جماعه جميله ازاي، حلوه قوي خطيره. انا بقى معايا ايه المياه الغازيه اللي هي لونها فاتح دي، وهسقي بيها الكيك، ممكن بميه الكمبود او الشربات بتاع الحلويات زي ما تحبي نسقي بيها الكيك. فانا هسقي الكيك كده بالمياه الغازيه الحلوه دي عشان ايه تديها طعم كده وتبقى طريه. بصوا كده كده انا بسقي الاول ايه الطبقه اللي تحت دي، ومعايا كريم شانتيه هجيبه من التلاجة حالا، وهنزينها كده اهو كفاية كده عشان تديها طعم حلو، ونجيب الكريم شانتيه اللي في التلاجة ده اهو.
كده. ومعايا بقى كمان يا جماعة قلوب كده لونها ذهبي حلوة قوي برضو. ممكن نحط كده ايه على كل واحدة كده فيهم قلب ذهبي. ماشي خلاص، في واحدة دخلت جوه. ماشي كده اهو بهذا الشكل الظريف. القلوب الذهبي شكلها حلو والله. القلوب دي يا جماعة دول قلبي انا ليكوا كلكوا عشان بهديها لكوا كلكوا كده اهو كده اهو وكده اهو. بس كده، ايه رأيكوا؟ انا معايا جليتر ذهبي كمان، ايه رأيكوا نعمل اي حاجة؟ مش عارفة كده ايه كده 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 على خفيف. بس كده اهو جليتر يا جماعة، اهو الامهات اعرفوا اهو حاطين جليتر عشان بس دي ابسط حاجة، حاجة بسيطة خالص خالص كده في السريع. طبعا انتوا ان شاء الله تزينوها كمان احسن مني بكتير وتاكلوها بالهنا والشفا. انا يعني مش عارفه اقول ايه، انا مبسوطه قوي النهارده، الحلقه تحفه. عيالي وماما وكل الامهات الحلوين حبايبنا، كل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب معانا منورين حياتنا وتعود علينا الايام بخير. ومستنيين بقى رمضان كلنا بقى عشان نحتفل الاحتفال الكبير قوي. هودي التورتايه هناك. الله كده اهو. بس يا رب تكون الحلقه عجبتكم. عملنا اول حاجه مع بعض المكرونه المحمره باللحمه المفرومه الضاني، وصفة حلوة جدا وسهلة وسريعة، إن شاء الله تجربوها خطيرة. والوصفة الثانية عملنا مشروب بيرفع المناعة كده بالجزر المسلوق مع عصير البرتقال والبنجر في الخلاط، خطير. وآخر حاجة تورتة عيد الأم، كيكة إسفنجية بسيطة جدا زيناها بشكل بسيط جدا، طعمها بيبقى حلو قوي. وكفاية إن أنتوا عاملينها بإيديكوا لمامتكوا أو حماتك أو حتى عمتك خالتك اي حد، يعني كل الناس اللي هم كبار في السن دول حبايبنا وامهاتنا كلهم، افرحيهم بقى بتورتايه حلوه كده. بشكركم ان انتوا اتفرجوا عليا، وتابعوني من الثلاث للجمعه الساعه 1 على قناه النهار ان شاء الله، ويوم الاربع بيبقى هوا.